ابره وحكي على الخالص. انا طولي بالك سياره، طولي بالك انت الثانيه، طولي بالك خلص بقى، ما بيصير غير اللي بخاطري. لك نعم نعم نعم، بدك اياها تطلقني ما هيك؟ ولك انا الحق علي اللي قبلت انزل على ضره، كلمه وحده كان طلقك قبل ما يتجوزي، بس انت حرام. يا حرام جلدك عن عظمك. بس كنت بتعرفي الحرام انت، انت لو بتعرفي الحرام ما كنت يا اختي رجال من مرنا. طولي بالك، يا جماعة الجرس، اتفضحتوني قدام الجيران. طلعي قدامي روحي سهام، طولي بالك. ها صبرا جميل، وبالله المستعان جاي. جيتوا بوقتكم. ليش هيك طالع اصواتكم لبرا؟ سهام مهما اشترط علي انه طلق سعاد يا عمر، طلقت الولد. عندي حل بيريحك. اقول لك شو هو؟ فيني اتصل بصديق؟ لا اصلا ما في غير اختيار واحد راح اقول لك اياه. هاتوا. انا محلك بتجوز وحده عندها ولد، وبرتاح من الضرتين، وبصير اب بدون ما تعب حالي. شوفيها انت اقتراحاتك، فوت لشوف فيها مش بهمشي. ايه روحي انت شوفيها، خلصيني. ايه عديدي انا بصراحه لما دريت انك تجوزت على بنت حماي كان جا على بالي ادعك بوكسين وصلك فيهم على استراليا لعند الكونغر تبع عماد، بس لما دريت انه بنت حماي رضياني غيرت رأيي. هلا رجعت عندي رغبه رد ادحك بوكسين على نص وشهم. وليش بقى؟ لانه المفروض تخرسه وتقدحهم كل وحده كف ترلا سنه. خلي بان السن حنيت لك تتحن. كل شيء عملته لهلا ما كان يجيب نتيجه، بس انا ما لازم اياس، لازم خلي كامل يطلقها. ايه طلقها، او هالقليله يقلعها من خلقتي. خربت خلتني اصير احكي معها علي، صرت مجنونه عن حق وحقيقي. انا لقوم اتحركش لي فيها واعمل لها مشكله جديده، بركي بتهش. صباح الخير. صباح النور. شبكي؟ ليش هيك عم تردي بلا نفس؟ هي انتي وليه عم حاكيكي؟ شرني. نعم، شو بدك؟ سألتك ليش هيك رديتي على صباحي بلا نفس، ما تجاوبيني. شو خرستي ولا لسانك اكلته القطه؟ قلت لك صباح النور مثل ما قلتي لي صباح الخير، وين المشكله؟ لما الوحده بدها ترد الصباح بتطلع بوش اللي صبحت عليها وبتفرط خلقتها شوي، مو بتضل حاطه وشها بالارض وبتجاوبها بدون نفس. يا بعدي اي الولد. هلا اذا حابه تصلي من ورا هالقصه كلها انه تقولي لي انه انا مالي مزوقه، يا ستي اعتبري حالك وصلتي. فعلا انا مالي مزوقه ابدا. ارتحتي هلا؟ لا ما ارتحت، وتصرفك هذا ما بدل على قله ذوقك وبس، لا بدل على استهتارك مني اخ، ومن شخصي الكريم، ومن صباحي، وانا هذا الشيء ما بيناسبني بالمره. بعدي طيب حاضر، مرة تانية بس تقلي لي صباح الخير بترك كل شي من ايدي، وبوقف استعداد وبتطلع بعيونك وبقلك صباح النور، منيح هيك؟ ها عم تاخديني على قد عقلي يعني؟ عم تاخديني على قد عقلي؟ انت هيك بدك؟ وليه تكوني فكرتيني مجنونة عن حق وحقيقي؟ اعوذ بالله معقول انا اقول عنك انه انت مجنونة؟ كذب لك تقول لهم، ادعي انا مجنونة؟ انا مجنونة. بعد عني يا ناس، يا عم تطلع
كمان والله هلا بتدقنا تليفون على الوظيفة يا شرنة. قولي قولي لك يخرب بيت قلبكم، أنا ما قلت لكم جيبوا خرازات غير هدول. شارطني انه مرتي ايه؟ لك اخي رد لنعرف مين على التليفون. لك ليش هيك عملها؟ بركي المدير العام بدي انا؟ اذا المدير العام اللي عم يتصل بيتصل مره ثانيه. شرف رد. تعرف انت رد انت. لا حول ولا قوة الا بالله. مالك شايفني عم ينزل لي دم من الو. اهلين مدام، الله يسعد صباحك ومساكن. ولو على عيني وراسي. ايه لك لك ليكو جنبي ها؟ تفضلي. الله لا يوفقك شو حمار. لك ما عم اقول لك الا ماني هون، لو بدي رد عليه انا كنت خليتك ترد انت. لك يا اخي لا على الدرس وخلص منه، رد عليه احسن ما تطمني كل دقيقتين وثلاثه. ان شاء الله بيخلعوا رقبتك خلع. نعم. اهلي سيها. دقيلك يا كامل الحقني، دقيلك يا كامل الحقني، الحقني يا كامل دقيلك. خير شو في؟ انا ما حتقدر اتحملها ولا ثانيه لهالشرنه. خير شو عملت معك؟ قاعدة بقوتي كافية غيري شري يا غافل إلك الله، ما لقيتها غير فتحت الباب وهجمت علي بالعلامة حبيبي كان بإيدها المقشة الحمراء والكراكر أعمر وصارت تضربني وتشد اللي بشعري شرشحتني بادلتني والجنين تبعي ما بعرف شو صار له. شو صار له؟ ما بعرف بس أكيد انزعج وهذا الشي يا كامل ما بيسواله بخاف يجي مشوه. أنت فوتي على أوضتك وسكري الباب على حالك وبس إجي أنا بعرف شغلي معه. يعني ما رح تجي هلأ تلعه؟ هلا ماني فاضي، عندي شغل ونازل لي دم من اصبعتي. ها؟ ابنك اهم من الشغل استاذ؟ خلاص، خلاص انا بعد شوي هلا بشي. لك قوم، قوم روح خذ اجازة وحل مشاكلك مع نسوانك، قوم الله يكون بعونك الهي. ماني رايح يعني ماني رايح، بعدين اصبعتي مجروحة. لعن مين بدي فوت بالاول؟ لعند هي ولا لعند هي؟ حجره بقره قال لي ربي عد للعشره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خليني فوت لعند سعاد لانه سهام بتضخم الموضوع كثير. وكيلك يا كامل ما عملت لها شي لا ضربتها ولا سبيتها. كنت قاعدة عم كنس أرض الديار ما لقيت إلا طلعت من غرفتها وهجمت علي وقالت لي أنت وحدة قليلة ذوق. قلت لها فعلا مثل ما بدك أنا قليلة ذوق. وبعدين؟ بعدين هجمت علي وضربتني بالمكنسة والفرشخانة وشدت لي شعراتي. بعدين فاتت على الغرفة مشان تحكي معك تجي تقلعني من البيت. أنا أنضرب بالمكنسة والفرشخانة؟ شوف كامل انا تحملتها كثير مشان خاطرك بس لحد هون وبس. معقول تضربك بالفرشخانه بدون سبب؟ هيك بدون سبب؟ لا لا مو معقول الا ما تكوني عملتي لك شي شغله معها. بشو احلف لك حتى تصدقني؟ لك يا حبيبتي يا روحي يا قلبي ما بيصير اللي بدق الباب بيسمع الجواب. فانت لو ما لك عامله معها شي هي ما بترد عليك وبيطلع جنانه. انا ما قلت عنها انه هي مجنونه، هي قالت انه هي مجنونه. قمت قلت لها هذا كذب، هذا كل شيء قلت لها اياه. الله يصلحك يا سعاد، الله يصلحك ويهديكي. انت ما كان لازم تجيبي لها سيره جنان. هلا بعد ما اكلت قتله كمان طلع الحق عليه؟ خلص انسي الموضوع، انسي الموضوع، انا بحكي معه. بس ما بتحكي معه كلام عادي؟ فهمت بطل تتهجم علي ولا تاني مره ما رح اسكت لا ابدا. ها رح رد لها صاصة عين. خلص تكرم عينك. شو هالنسوان هدول؟ رح يجيبوا لي جلطه بصوتي، لك ساعه بيطلع صوتي، ساعه ما بتطلع لك. مرحبا. لا تحاكيني، زعلانه منك. مو مشكله. شو؟ مو مشكلة براضيكي. ما بدي تراضيني، انت شلون بتقلي جاية فورا وما بتجي لهلا؟ خليها لربك،
خليها ربي، كل الكلام بينحكى مو كله بينحكى. كنت طالع من المديرية، قام شافني المدير كلفني بمهمة، قمت اضطريت اتأخر. شوف كامل قصر الكلام، أنا ما عتقدر أتحمل شوفتها بهالبيت. إذا ما بتقلعها هلا بحمل حالي وبضب أغراضي أنا واللي ببطني وما عاد بتشوف لا بنوبها. وين بدك تروحي؟ ما دخلك. إن شاء الله بتدخلي بال... شلون ما دخلني حبيبتي؟ شلون ما دخلني؟ إذا كنت بتعبنا وبيهمك راحت بالنا كنت أملت لنا الأمن والاستقرار ببيتنا لك. شبك أنت سهام شبك؟ لسه ما في غير نازل خناقات مع جوزك وزرتك. لفيها وديري بالك على ابنك يلي ببطنك. لك ما عاد بقدر اتحملها يا صفاء، ما عاد بقدر اتحملها، ما عاد بدي اشوفها هون، ما عاد بدي اشوفها عم جنن لانه عم صير مجنونه. شو يعني ما عم تقدري تتحمليها؟ انت بغرفتك وهي بغرفتها، لا تحاكي ما بتحاكيكي. ما حدا فهمان علي، ما حدا فهمان علي. بعد العرس ما في قرص، واذا ما خليته يطلقها هلا بهالتسع اشهر ما عاد يطلقها بالمره، وانا بدي جوزي الي الي لحالي. فهمتي ولا ما فهمتي؟ شوفي سهام، إذا بدك تضلي توجعي راس جوزك وتعملي له مشاكل ما رح يرجع لا إليك ولا إلك، بهج وبيترككم اثنيناتكم تنقروا بعض. فحاجة بقى لفية هلكتي لهالرجال، لسه ما في غير كل يوم والتاني بيفتح لي تليفون وبيستنجد فيني، دخيلك تعي شوفي أختك، دخيلك تعي دبرينا، دخيلك تعي لحقيني قبل ما ارتكب لي شي جريمة. طيب أنت شو بتنصحيني أعمل؟ ما تعملي شي ولا تتصرفي بشي، أنت بس التهي بالببو تبعك، لا تحاكيها ما بتحاكيكي، انتهى. انتهى؟ كل الحق على كامل. علي ما علي، الحق عليك. ليش الحق علي؟ ليش؟ أنا كمان من حقي إنه صير أب، من حقي إنه صير أب. أنا لو عرفان إنه سيامته تحبال ما انضربت على أمتي وجوز سعاد. لك غلطك إنك مسكنهم بيت واحد القديم. لك شو غلطي إنك مسكنهم بيت واحد؟ أنا عجزت فيها لسعاد، عجزت إنه تروح تعدى شارع أنا ما قبلت، شو بسوي بحالي؟ أخي ما لك غير حل واحد، تستأجر لبيت صغير وتعدى فيه. لك أنا 1000 ليرة أجار هالبيت ما عم بقدر أدفعه، بدك يعني استأجر بيت ثاني؟ انت احكي مع مرتك واذا وافقت انا بدفع لك اجره البيت سداده. شو صار معك؟ انا حكيت معه وهديته شوي بس ما بقدر اوعدكم بنوب اني قنعته بشي. الله يكون بعونك يا جوز التنتين، ما بتنحسد نهائيا على هالعيشه. شايف لبي؟ شايف عديلك شو عم يصير معه؟ بالحق عليه، أنا محله بضوي للتنتين، وعلي ما علي بجوزه 4 بدان وعمره ما حدا يرد. نبيل شفت عديلك قديش متضايق من نسوانه التنتين؟ خطيته راح يجن يلي من ايده الله يزيده. هو حصاته الان، انا بعرف رجال متجوزين 3-4 نسوان وعايشين لوردات مكيفين، لكن النساء هن زهرة الحياة وبلا هن الحياة ما لها طعمة. سوء منيح سوء. عم سوء بدك املح من هيك سواقة؟ خيلة نبيل هي اخر مرة بخليك تسوق قبل ما تطالع الشهادة. ليش شو بس وقتي؟ اصلا بكره الفحص. والله قلتك ما بنجح. والله على هالسواقه ما بعتقد انك تنجح بنوم. هلا السياره عم تمشي ولا ما عم تمشي؟ عم تمشي. ومين عم يمشيها؟ انت. معناتها سواقتي منيحه انا. قولي فتنا بالإشارة. لك شافك الشرطي نبيل هروب. على عيني الحكومة. اطفي سيارة اطفي. اهلا وسهلا بالمهلي. اهلين وسهلين. بتعرف انا شايفك ما عم بز... لك تذكرت شايفك مرة بالشرطة في خدمة الشعب بتطلع بالتلفزيون وشك منور ما تبلى الطلة. الله يعطيكم العافية، والله بتتعبوا كتير انتم، بتتعبوا لك عمي. انزل من السيارة انزل. ايه بنزل. شو عليه؟
عن اذنك مدام شقت يا ابو. انا اللي بنزين اصلا بحياتي ما طلعت على طول بنزين. وينزلنا سيدنا امور. شو كل اشاره المرور ما تصيتها؟ الحق مو علي، الحق على القطه. قلت لي القطه ما؟ ايه قطه. لو شفتها علنيه كنت دعستها. الله قدر ولطف. القطه روح ودعسها حرام. لو دعسها بتعرف قد ايه كم بدي ادفع كفاره انا؟ لا ما بعرف. كنت بدي طعمي 10 مساكين، وين بدي لاقيهم هدول 10 مساكين؟ إذا بتدور البلد كلها ما فيها مسكين واحد، هلا بالمشاريع الاقتصادية ما بي عندنا مساكين نهائيا. هيك لك. يلا سيدي منيح اللي اجت بإشارة المرور ما اجت بالقطة، والسيارة بتتصلح، حديد سيدي، بصلحها وبدفع وعمره ما حدا يرد. إيه وإشارة المرور مين بدي أصلحها؟ لك سعيد بدي أسألك، هلا إشارة المرور مين مسؤول عنها؟ أنتو ولا البلدية؟ هلا بدك تتخوت علي؟ اعطيني ورقة السيارة. لا ليش هيك عم تحكي معي يا طيب؟ هلا كنا اصحاب وعم نسلم على بعضنا وناخذ ونعطي. عم اقول لك انا انقذت قطة من الموت، هي قطة. قطة بتعرف شو يعني قطة؟ عم اقول لك اعطيني ورقة السيارة. لا تنسى انه القطة إلها روح وإلها أب وإلها أم. بتعرف بيحتفلوا بعيد الأم على طول. اعطيني ورقة السيارة أحسن ما أطلب دورية تجي تشحطك أنت وسيارة على الحجز. لا دخيلك، شو حجز ما حجز لا تاكل هم، بعطيك ورق السيارة صفصاف. ناوليني ورق السيارة. اعطيني شهادة سواقة. تعرف هلا قديش ابوه وامه للقطة فرحانين انه نجت من الموت؟ يمكن كل عيلتهم هلا عم تدق وتغني. هلا لا تلعي لي قلبي بقصة القطة، اعطيني شهادة سواقة. معلم بدي اسألك، هلا القطة اللي نجت من الحادث قط ولا قطة؟ لتكون قط ونحن عم نسميها قطة. لا انت بالظاهر بدك تتسلى، احسن شيء اطلب لك الدوريه. لك لا شو الدوريه وما الدوريه، لك علي ما علي لحالك بتكفي، ما شاء الله عنك بتشتغل قد 10 دوريات، بس كانه معاشك قليل ما. لك هذه الشهاده خلصني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسيطة اللي عم تنفخ. عم تنفخ نفخة بتطبخ طبخة. لك بسيطة. كبرها بتكبر، صغرها بتصغر. مطاطة. صح. لو شالوا منه هالقدوم الشدة ما بتدوم. روّه شباك كله بينحل بسيطة. روّه شبكه. لكن روّه كبرها بتكبر صغرها بتصغر. مو مطاطة المشكلة. مرحبا يا أخ داعي نبيل شقتي يا ابو. تشرفنا. الله يزيدك شرف. شو ما ضحكت شاي؟ عم اقول لك اسمي نبيل شقتي يا ابو. كل الناس خير وبركه. خليني اياك، سمعان بهالكنية من قبل؟ لا. لازم تضحك بس. بسيطة. الله يخلي لنا اياكم. روقوا سيدي روقوا. كيف الصحة؟ ما تعرفنا على الاسم الكريم. توفيق عين القط. لا شقت يا ابو اشوى عين القط. اكيد الاخ تحسين دنا بالفار.